وابدأ معك سعادة السفير، وكيف تنظر القاهرة إلى هذه القمة الخليجية التي وضعت عنوانا رئيسيا لها المصالحة ورأب الصدع الخليجي؟ بدون شك القاهرة بترحب بانعقاد القمة، هذه قمة قمة استثنائية حيث انها انعقدها بيتزامن مع مرور أربع عقود على تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 وأفتح قوس هنا ونترحم على كل القادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين رحلوا عن العالم وهم الذين أسسوا هذا المجلس القاهرة منذ 81 عادة طبعا فترة الرئيس السادات كانت حريصة دائما على تعزيز التعاون مع كافة دول مجلس التعاون الخليجي واتسمت العلاقات المصريه الخليجيه خلال الاربع عقود الماضيه باستثناء الخلاف المصري القطري تميزت هذه العلاقات بالقوه والمتانه والموده والاحترام المتبادل لدرجه انه مصر بتعتقد انه الخليج هو امتداد استراتيجي للامن القومي المصري سواء قبل 2011 أو بعد 2011 مم. مصر بترحب بنجاح الجهود الدبلوماسية الكويتية والتي بدأت منذ يونيو عام 2017 في ظل الراحل الكبير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتوالت واستمرت الجهود الدبلوماسيه الكويتيه نعم. بعد تولي حضره صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الاماره في الكويت ومصر بترحب بالمصلحة الخليجيه الخليجيه لان احد الثوابت في السياسه العربيه لمصر هو تعزيز التضامن العربي والعمل في اطار العمل العربي المشترك نعم. نتمنى أن المصالحة الخليجية بالقرارات التي أعلن عنها مساء أمس أن مصر بترحب بها ونتمنى أن هذه المصالحة الخليجية الخليجية تكون فاتحة خير ليس فقط على دول مجلس التعاون الخليجي وشعوب مجلس التعاون الخليجي وإنما على المشرق العربي وعلى الأمة العربية بأسرها